استنى بالله عليك، اسمع القصة دي للآخر وشوف نهايتها هتبقى عاملة ازاي. كانت مراته كل ما تحضر له أكلة بيحبها كان بيقول لها هي كويسة، بس أمي كانت بتطبخها أحسن من كده. كانت تبص لعينيه وتبتسم، مع ابتسامتها الرقيقة دي كانت بتتمتم ببعض الكلمات المش مفهومة، وفي كل مرة كانت تحط فيها عطر كان يقول لها رائع، كأنه عطر أمي، فكانت تبص له برضه بابتسامة وتتمتم بنفس الكلمات بتاعت المرة اللي فاتت. قضت كل حياتها معاه، مش بتسمع منه غير أمي بتعمل، أمي بتقول، أمي بتطبخ، عطر أمي، كل الكلام ده كانت بتسمعه منه طول حياتها. ورغم ذلك لم تغيب أبدا تلك الابتسامة البريئة بتاعتها، ولا الكلمات اللي كانت بتتمتم بيها بينها وبين نفسها. بعد ما عدت 27 سنة في جوازهم، أمه ماتت. بعد ما قضوا مراسم الدفن والعزاء، قعد لوحده علشان يواسي نفسه في أحزانه. زوجته جات وقعدت جنبه علشان تواسيه، راح قال لها دلوقتي بس كلامك زي كلام أمي، ضحكتك زي ضحكة أمي، طبخك زي طبخ أمي، عطرك زي عطر أمي. قال لها أنا اتجوزتك في سن 27 سنة، وعدت 27 سنة على جوازنا، يعني 54 سنة، دلوقتي أصبحت متعادلة مع أمي. ردت عليه وقالت له رغم إنك أستاذ في الرياضيات بس أنت لسه مش بتعرف تحسب، أنا لو قضيت عمري كله عمري ما هبقى متعادلة مع أمي، ف54 عام من العطاء لن تعادل 27 عام، واللي الجنة تحت أقدامها عمرها ما تتعادل مع اللي هترافقك في الجنة، فقط ستبقى هي الأولى دائما وأبدا. هنا نزلت دمعته وقال لها عمرك ما اتضايقتي في إن أنا بشبه كل حاجة بأمي، أكلك وشربك ولبسك وعطرك وكل حاجة؟ قالت له لأ. قال لها طب إيه الكلمات اللي كنت بتتمتمي بيها عمري ما سألتك عليها، ولا سألتك بتقولي إيه بينك وبين نفسك؟ قالت له بكل مرة كنت بتتذكر أمك وتقارني بيها كنت بدعي ربنا وبقول اللهم ازرع حبي في قلب ابني كما زرعت حب جدته في قلب أبي، فحبك لها فاق الحدود، وكنت أتفاخر بك علشان أنت نلت رضاها، وبعلم ابني أو علمت ابني أنه ينور رضايا، فاللهم اجعلنا من الذين نالوا رضا الوالدين وارحمهم أموات وأحياء. لو كملت الفيديو للآخر ليك حرية الاختيار، إما التسبيح أو الاستغفار أو الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.